عايزك يا محمد تقسم لي ماتش امبارح نصين كأرقام وتحليل وإحصائيات ما بين الشوط الأول شفت فيه الأهلي إزاي والشوط الثاني شفت فيه الأهلي إزاي. طبعا الأهلي بدأ بداية قوية يعني احنا شفنا يعني لحد نهاية تقريبا دقيقة 42 43 يعني الهدف الأول لفينيسيوس الأهلي فعلا قدر يوقف مفاتيح اللعبة عند ريال مدريد، كان بادئ بداية قوية جدا، الأرقام مختلفة جدا، احنا لو بصينا بصة سريعة على إحصائية المباراة ومنها ننطلق على بعض النقاط الهامة، يعني لو الشباب برضه يورونا إحصائية مباراة ريال مدريد والأهلي زي ما الصحف اتكلمت، احنا يا ريت نوثق الكلام اللي اتقال في الصحف، يعني بص احنا 11 فرصة للأهلي يعني سجلنا منهم واحدة سجلنا منهم واحده ضربه الجزاء 14 أيوة. فرصه ريال مدريد يعني احنا لو نقف عند 11 فرصه وصلنا أيوة. لمرمى ريال مدريد هددنا نعم. مرمى ريال مدريد اكتر من مره يعني الاكس جي الاهداف المتوقعه 1.9 للاهلي برضو نسبه كبيره يعني تقارب من 2 يعني مع فرقه زي ريال مدريد يعني مقارنه طبعا بالمباراه بايرن ميونخ زي ما اتكلمنا دلوقتي يعني ريال مدريد طبعا 2.8 لو بصينا على نسبه الاستحواذ ما بيلعبش الدور الاكبر طبعا في اظهار قوه الفريق ولكن طبعا نسبه الاستحواذ عند الاهلي 41 برضو رقم بس 9% من استحواذ ريال مدريد لو راح للاهلي 9% تساوينا وهو كمان مش الاستحواذ دايما مش مكاس اخر ماتش ريال مدريد مايوركا لما خسروا كان نسبه استحواذ ريال مدريد 74% صحيح وخسروا المباراه فمش نسبه استحواذ ريال مدريد صحيح. في مواجهه ليفربول في الشامبيونز ليج كانت اقل بكتير جدا من ليفربول ورغم كده قدر يكسب المباراه صحيح نفس الكلام في التمريرات لا انا عايز التمريرات مهمه يعني لا التمريرات معلش يا جماعه ارجع لي التمريرات لان التمريرات هنا انت لما تحافظ على نسبه 84% من التمريرات صحيحه مع ضغط ريال مدريد انت هنا ده بدليلك انت مش قلقان صحيح انت بتباصي مش قلقان في الوقت اللي نسبه ريال مدريد كانت 90% احنا صحيح. 84 وريال مدريد 90 مظبوط هي يعني نسبة ملخص الـ الـ الارقام دي بالنسبه لي انا كجمهور واحد من الجمهور يعني اقول لك اللمسه الاخيره صنعت الفارق صحيح هو ده يعني بالظبط ده اللي حصل يعني لحد الدقيقه 42 43 الهدف يعني الارقام قريبه جدا ومفيش الفوارق العظيمه الكبيرة. بين الاهلي والريال لكن اللمسه الاخيره هي اللي فرقت معنا كتير بكل تاكيد حتى التصويبات على المرمى في 13 تصويبه للاهلي على المرمى 5 اون تارجت نفس كلام 17 يعني تسديده على المرمى 10 اون تارجت برضه ارقام مش بعيده عن بعض قوي. يعني مش بعيده قوي نفس كلام في العرضيات نفس كلام في الركنيات الاهلي طبعا تفوق احنا تفوقنا في العرضيات وتفوقنا في الركنيات يعني 8 على يعني مقابل 4 ركنيات لريال مدريد يعني دي ارقام فنيه بتعكس قوه اللقاء في بكل تاكيد بتعكس وخليني اقول لك كمان انها ارقام ما تعكسش نتيجه اللقاء خالص يعني وعشان كده بنقول لابد من توثيق الكلام اللي اتقال في الصحف الاسبانيه توثيق كل التحليلات ان فعلا الاهلي كان ند قوي يعني 4-1 النتيجه يعني بعد 10 سنين لو بنتكلم في التاريخ والاهلي واجه ريال مدريد انهزم 4-1 محدش هيتوقع السيناريو ده واللي حصل بالظبط والارقام وما حدث وحتى الصحف ورد فعل الصحف العالميه والاوروبيه على المباراه القويه طيب ننقل